توفيق إجروتان سيكون البديل المقبل في تشكيل الوداد البيضاوي مكان من؟ مكان مليك فونا. الكارتي وليد الكارتي وصل كورتو لرقم 14 توفيق إجروتان مشات للطرف الأيمن للوداد البيضاوي. واقعية إنهم أرادوا فعلا نيل النقاط الثلاث يلعبون أمام نادي يتوفر على بعض المفاتيح الهجومية التي قد تظهر في أي لحظة التي قد تزيل عنها صدى بنك. وليد الكارتي وليد الكارتي توفيق إجروتان الحكم يأمر موسى يصبح هرما وقد تنقلب الأمور رأسا على عقب خلال الدقائق الأخيرة. كرة لتوفيق إجروتان توفيق إجروتان جيسيون داما كرة تسرع على نتيجة المباراة ويخلص رفاقه من ضغط الوداد خلال الدقائق الأخيرة فيما توفيق إجروتان توفيق إجروتان 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 لكن كرة تسدد ممتازة جدا الكرة الأخيرة لكي تتعادل في أكبر عدد من الانتصارات مع فريقي المغرب التطواني والكوكب المغربي. وليد مشت كرة الوداد مرة ثانية من الجهة اليمنى من الجهة اليمنى ودادية من الجهة اليمنى ودادية الوداد يتطلع لكي يسجل هدف التعادل ثم نقاط الانتصار اليوم الحسنية كان مقنعا واستحق النتيجة والصورة في المدرجات الجنوبية.